جهاز هيجسم أفكارك على الشاشة. إيه الكلام ده؟ يعني لما تفكر في حد معين هتترسم صورته على الشاشة اللابتوب أو الكمبيوتر قدامك. كلام جنان. كمل الفيديو ده لآخره عشان تشوف الخيال العلمي اللي بقينا فيه. يا أهلا بيكم، معاكم رامي إبراهيم من قناة جي توب ميكس وحلقة جديدة من تكنوميكس. من ضمن جنون التكنولوجيا اللي احنا بقينا فيها بدأت الأفلام الخيالية تكون حقيقة، من ضمنها جهاز صغير أصغر من الكف، والجهاز ده يقدر يقرأ إشارات مخك ويترجمها لصورة مرئية على شاشة عرض، وكمان وتقدر تتحكم في الأجهزة زي الكمبيوتر أو التليفون أو التابلت أو حتى السمارت تي في من خلاله. انبهرت؟ طيب بعد اذنك ما تنساش تدعم الفيديو والقناة بالضغط على زر اللايك او الاعجاب اللي تحت الشاشة، ولو مش مشترك في القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس على اول عشان يوصلك جديد القناة. عاصفة برا. نيكست مايند عبارة عن جهاز صغير الحجم بتلبسه على مؤخرة رأسك وبتوصله باي جهاز، لابتوب، سمارت فون او حتى نظارة الواقع الافتراضي اللي هي VR، وبتتحكم في الأجهزة دي من خلال بس تفكيرك، يعني مثلاً زي ما أنا بتحكم في العاصفة اللي بره دي أوفر بجد. يعني مثلاً قبل ما أطير، لو أنت على التليفون بتاعك آلاف الصور وأنت عايز تفتح صورة معينة، بكل بساطة فكر بس في الصورة وتخيلها جوه مخك. الجهاز مهمته أنه هياخد التخيل ده وعلى أساسه هيفتح الصورة المطابقة لتخيلك، يعني تفكر تلاقي الصورة اتفتحت قدامك على التليفون او الكمبيوتر او اي جهاز. او مثلا انت موصله على سمارت تي في وبتتفرج على اليوتيوب وعايز توقف مثلا الفيديو عشان تعمل لي لايك، كل اللي هتعمله لانك هتركز بس على الزر بتاع الايقاف اللي موجود على الشاشة، هتلاقي فعلا تم النقر عليه والفيديو يقف. وحتى كمان تقدر تستخدمه في الجيمز والألعاب، يعني مثلا الاتنين اللي قدامك دول بيلعبوا سوا من خلال تحريك عناصر اللعبة، وكمان تحديد موقع العنصر ده يكون فين على الشاشة من خلال التفكير فقط. أما نظارات الواقع الافتراضي بكل بساطة مش محتاج تحرك إيدك، كل اللي عليك إنك هتوجه نظرك على العنصر اللي انت عايزه وهتتحكم فيه من خلال تفكيرك فقط، زي مثلا الراجل اللي قدامنا ده اللي بيلعب لعبة وبيقتل الوحوش وبيتحرك جوه اللعبة بمجرد فقط التفكير. نفس المفارقة الغريبة سنة 2015 لما كتبت مقالة جنون التكنولوجيا في المستقبل وتوقعت ان هيكون في جهاز قارئ للمخ وهيجسد الاحلام وهيسجلها. مرحبا بالمستقبل. بس جهاز زي ده بيشتغل ازاي؟ ده مخاوي ولا ايه؟ الجهاز ده بيحتوي على سنسور او بالعربي كده مستشعر، بيقدر يقرا الاشارات بتاعه النشاط العصبي جوه مخك، ومن خلال الذكاء الاصطناعي بيحول الاشارات دي لشيء مرئي تقدر تشوفه فعليا على اي شاشه. والتحكم في الاجهزه بيحصل من خلال مقارنه الصوره اللي تم تحويلها من النشاط العصبي جوه مخك بصوره موجوده فعليا على الجهاز اللي انت بتتحكم فيه. شايف ان في بعض من الناس بلمت وناويه تقفل الفيديو عشان شايفينه كلام غريب شويه. طب استنى هبسطها لك. الجهاز العصبي عند الانسان او اغلبيه الكائنات الحيه بيكون عامل زي السلوك اللي داخله في بعضها، والسلوك الكتيره دي متشعبه ومتوصله بجميع عضلات الجسم وفي الاخر متوصله بالمخ بما يسمى الحبل الشوكي. الحبل الشوكي والاعصاب بتمشي فيها اشارات كهربائيه، يعني احنا فعلا في كهرباء جوه اجسامنا. مثلا بمجرد ما تفكر انك عايز تحرك ايدك، المخ بيبعت الاشارة الكهربائية للعضلات المسؤولة عن حركة الايد وبالوضعية اللي انت عايزها كمان، واعتمادا على قوة الاشارة بيتم انقباض العضلات والنتيجة هي الحركة الفعلية او تثبيت الايد على وضعية معينة. كل الحاجات اللي انا قلت عنها دي عبارة عن نشاط عصبي، لكن النشاط العصبي مش بس بيتم لما تحب تحرك عضو في جسمك، بل بيحصل ايضا في حالة التفكير او التخيل او حتى وانت نايم، لكن طبعا بيكون اقوى واسرع وانت مستيقظ. طبعا برضو درس الاحياء ده مبسط ولكن في تفاصيل معقدة جدا، لكن اللي عايزك تعرفه ان الجهاز ده قادر على انه يستخلص الاشارة اللي خاصة بوعيك. وبما ان المخ مش بيقدر يركز على اكتر من حاجة فعليا، على هذا الاساس الجهاز هيجسم اللي انت مركز عليه جوه دماغك. مثلا لو في ثلاث اشكال قدامك على شاشه الكمبيوتر،
ممكن تكون شايف الثلاثة، لكن الحقيقة انك فعلا مركز على واحدة بس منهم، وبكده وصل الجهاز انك مركز على الشكل ده او انك اخترت الشكل ده. وبالتالي جهاز زي ده هتقدر من خلاله تشوف الصور اللي جوه مخ الطفل اللي هو مش بيعرف يتكلم اصلا يعني، او حتى ايه اللي جوه مخ واحد رايح في غيبوبة. ولو انت تحمست انك عايز تجربه، الجهاز ده فعلا موجود وتقدر تشتريه من الموقع الرسمي بتاع nextmind.com، وسعره تقريبا $450. احب بس اقولك ان التكنولوجيا بتاعت قراءة المخ والنشاط العصبي مش تكنولوجيا جديدة، بس الجديد انها تكون في متناول العامة، وطالما في جهاز بسعر رخيص نسبيا زي ده بيقدر يقرأ الافكار، يبقى احنا قريبين جدا اننا نلاقي جهاز تاني يقدر يدخل لك الافكار، او حتى يحمل على ذاكرة مخك ذكريات انت عمرك ما عشتها، وكلنا نبقى عايشين في فيلم 8 جيجا تعلمه. ما تنساش تدوس لايك او اعجاب وشارك الفيديو على حسابك على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، ولو مش مشترك اعمل اشتراك وفعل الجرس على اول. اشوفكم على خير وسلام، وعليكم، وانا هروح دلوقتي اطير في العاصفه.